هتعملي ايه في اللي بنت اخوكي عملته فينا؟ اتكلمي يا كريمة، ساكتة ليه؟ ما تسيبينيش كده. اللي عملته نادية هيجي فوق دماغنا كلنا، واللي اكتر من كده مرات البيه اللي حامل. تقصدي مين؟ فريدة طبعا. يعني ايه؟ يعني حسن بخ خلاص بقى في ديل وفي جيب اخوه، بيعمل بوصية المرحوم. يا حسن لازم تبقى في ظهر اخوك وحميه ورجله. يعني ايدك منه والارض. خلاص بقينا بنحرمهم؟ كل اللي احنا عملناه بخ معاها يا كريمة؟ لا ده انا هدي البيت ده واولع فيه. ولا تهدي ولا تولعي، البيت ده مش لازم اي حد يبقى له حق فيه غيرنا احنا، لا فريدة وابنها ولا مفيدة وابنها. بقولك ايه، انزلي اقعدي تحت في العزا، ما نبقاش احنا الاتنين هنا، لازم حد فينا يبقى تحت. مش قادره اشوف الناس اللي تحت دي. يا بنتي اسمعي الكلام وانزلي، عشان خاطري دي ناس عقلها صغيرين. يلا يا حبيبتي انزلي. قاعدة لوحدك ليه يا زينب؟ ده أنا قلت هلاقيكي قاعدة تحت مع البنات. زعلانة قوي؟ آه زعلانة. أنا مش حاسة إن أنا زعلانة، دي حتى الدموع جامدة في عيني مش عايزة تنزل. بس أنا خايفة على نادية قوي، خايفة على نادية أكتر من زعلي على عبد الحكيم، ودي حاجة مخوفيني قوي. ما تفكريش كتير، مش عايزاكي تأنبي نفسك. أنا ليه عندك طلب واحد بس، صفي قلبك. زمان لما كنت بسمع إن في حد قتل حد أو حد اتخانق مع حد حتى، كنت أستغرب قوي وأقول إزاي الناس تعمل في نفسها كده. دلوقتي بقيت الاقي نفسي 100 مبرر ومبرر. اقولك على حاجه مخوفاني من نفسي قوي. ايه هي؟ انا مش زعلانه ان عبد الحكيم مات، لا ده انا حاسه براحه، حاسه انه ده حقي وحق ابويا الله يرحمه وذنبه. بس ده مخليني احس ان انا بقيت وحشه قوي من جوايا. انا زمان كنت عايزه اوقفه قدامي في المحكمه، كنت عايزه اكسره، كنت عايزه افهمه ان الكبير في اللي اكبر منه، كنت عايزه اهزه واحس انه ضعيف. لكن عمري ما تخيلت ان هيجي عليا يوم وابقى مبسوطه. بس ابقى مبسوطه انه مات يا زينب، انه مات.